حياتي مش عادية طبعا. احنا هنا عايشين وسط مستوطنة وحوالينا كله محاصرة من مستوطنين الجيش. طبعا انا كل يوم الصبح بعدي عن 4 محاسيم، بتفتش على 4 محاسيم الصبح وانا رايح على المدرسة. بالنسبة لي طبعا زوجتي اتصلت فيي وقالت لي هي الجيش اعتقل جميل منطقة العين، فروحت على البيت جري انا اخذت كاميرا الفيديو تاعتي، لانه انا في هاي الطريقة زي ما حكيت لك انا اخوان اخوت كثير انه لبسوا الولد قضية. كان في عنا هون عمال بيشتغلوا بالبيت واجوا بيحكوا لنا ابنكم اخذوه، هلا نزلنا احنا محل ما قالوا لنا محل ما اخذوا جميل، نزلنا فلقينا الجيش موجود وماخذ جميل وماخذ جهه الارض بعد محل المنطقه. 2 منهم وقفونا و2 اجوا بعدين. هلا الاثنين اللي وقفونا كنا احنا كانهم واقفين في ارض فوق الارض اللي انا كنت ماشي فيها، فطلب من نحط الاغراض على الارض محل ما احنا واقفين ونطلع عندهم. طلعنا عندهم فطلب هوياتنا اخذ هوياتنا. فاجا واحد منهم وضربني، وبعد هيك اجا واحد تاني مسكه. هلا بعديها انا كنت ما واحد هيك اللي ضربني اكلت منه ضربه على رقبتي. هلا بعديها بطلت مش صاحي شو بصير حوالي، انا صاحي ومفتح عيني وشايف بس مش مركز. بنحكي له شو سوى جميل، طب يعني انه بنتناقش مع الجيش صار يصرخ فينا ويحكي معنا كلام يعني بنحكاش، وضرب جميل كان صار يضرب في جميل قدامنا وكل شوي يمشي لقدام يعني هلا مسك جميل. طب يعني صرنا نحكي له احكي اللي بدك يعني، حتى صرنا نحكي له يعني خالد تسمر امه لجميل بتحكي له خدني واترك جميل، صار يصرخ فيها ويضرب جميل بزياده وجميل ولا يعني ما حكاش ولا كلمه حتى يومها. هلا في هذيك اللحظه توقعت انه هذول شباب طايشين السنة بسن المراهقه، يعني ممكن يطلقوا النار علي، ممكن ياخذوني معهم، ممكن يحطون في سجن، ممكن يحطون بين ايدين المستوطنين. وساعتها انا راح بعرف شو راح يصير فيه. بعديها طلعت محل ما بياخذوه هو معسكر الجيش جنب بيتي، شفت جميل مكلبشينه لورا حاطين الكلبشات في ايديه ومغمين عيني بخوف ليشوف وين هو. طبعا انا في هاي اللحظه والجيش محل ما شافني طبعا ابعدني، رحت على البيت حملت الكاميرا ورجعت وبديت اصور ابني وهو معتقل على المحسوم. اولا بدي احميه لانه المستوطنين كانوا حواليه وبدهم يضربوه والجيش طبعا معطيهم تصريح انهم يضربوه. لفينا احنا ورنينا جبنا خالي اجينا هون حطوه لتموه اول شيء ربطوه وقعدوه على الارض وصاروا قعدوه هيك كان في حجر هيك يعني قعدوه جواته. صاروا المستوطنين احنا كنا ورا الباب الابيض صار يضرب اجى المستوطنين وصار المستوطنين يضربوا جميل وهيك صرت بس مش عارفه كيف بدي ايمه بناتهم لانه يعني موقف مش عارفه كيف ما عمريش حسيته لانه بتشوف انت بتعرف قريب لك او اخوك يعني بضربوش. اللي صار انه الاربع جنود حطوني عند الحارس تبع بوابه المعسكر وطلعوا الاربعه. هلا بلشوا المستوطنين يتجمعوا حوالي باعداد كبيره ومختلف الاعمار، وبلش الجيش ينزل بلبس مدني كان لانه عنده فتره استراحه، فالشباب قاعدين زهقانين فنزلوا يتسلوا زي ما تقول لقوا شيء يتسلوا في فريسه يتسلوا فيها. فقيت ما لحقتش مش 4 5 خطوات تعاود رجعنا دعنا الكابتن ومسكني وهددني قال لي اذا اي حدا رح يعرف شو اللي صار فيك اليوم انا رح اجي واقتلك.
تغيرت تغيير كبير. لما اشوف مستوطنين او جيش بالشارع هلا بحاول اعدي من الشارع تاني، محاولش احتك فيهم ولا حتى بنظره. طلع لقيت انا بعديها استهب ميزان تاني، انه انا لحالي مش رح اقدر احمي، لا مش رح اقدر احمي حالي ولا رح اقدر احمي حدا حوالي. ما بتوقعش تستحمل الحياه هون. انا بعرفش، انا شخصيتي ممكن تكون مختلفه. انا ما مش ممكن اعيش تحت اي ظل، مستحيل. الاولاد صاروا يشعروا بالخوف، عدم الامان. انا شخصيا اكون صريح معك، صرت مرعوب جدا. لليوم انا مرعوب، لانه عمليه الاعتقال مش اعتقال قانوني او عمليه اعتقال كانت، لا هي عمليه ارهاب كانت، انه جنود بضربوا وبيعتقلوا بدون اوامر، بدون جريمه، بدون اي شيء. كثير راح بتاكد، انا متاكد راح يحصل، انا متاكد انه مره مرتين و100 مليون مره بيصير، ما لا بنوجد له حل.